محمد النني عشان غير صورة صفحته بس حصل زلزال للجماهير اليهودية، وفي نفس الوقت ملعب ويمبلي كان المفروض يلونوه بأعلام الكيان الصهيوني، لكن بسبب ده وقفوا قالوا لا مش هنلون الأعلام النهاردة، لأن في لاعب من الأرسنال بيدعم الكيان اللي هو زينشينكو، وفي لاعب من الأرسنال بيدعم فلسطين ألا هو محمد النني. تيبو كورتوا، توني كروس، مشاهير كتير جدا بيدفعوا لهم فلوس عشان يقولوا بس احنا بندعم الكيان. جاستن بيبر كان منزل صورة دعم للكيان، لكن الصورة كان فيها غزة أما مسيحة وعامل صورة تالتة، هما بيعملوا كده عشان يضللوا العالم ويحسسوا العالم ان الكيان الصهيوني هو المظلوم، فلازم اللعيبة اللي ليها جماهير أوروبية هي اللي تتكلم، مش مهم الفلوس، دعمك لفلسطين أغلى من فلوس الأرض كلها.